التي كادت أن تعصف بالشعب الجزائري. وعلى هذا أحيي تحية خالصة لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، وعلى رأسه قيادته الرشيدة والمجاهدة، وأخص بالذكر الفريق أحمد قايد صالح. قوات الجيش التي سيرت الأحداث بحكمة وحنكة وتبصر، والحماية المطلقة للحراك دون أن أنسى كافة أسلاك الأمن، فكفانا فخراً بكل هؤلاء، إذ بعد 10 أشهر من مظاهرات ومسيرة لم تزهق قطرة دم واحدة من دم الغالي الجزائريين، لم تزهق قطرة واحدة من دم الجزائريين والجزائريات، الدم الغالي، رغم أنف كل من كان يخطط في الظاهر أو في الخفاء في الداخل أو في الخارج للقضاء على الدولة الجزائرية وحلم شهداء الأبرار والوطنيين الأحرار.